جديد نلتقي معكم مشاهدينا وحلقة جديدة من مسائي اللي يسعدنا لقائنا فيها معكم عبر شاشة الراي ونذكر مشاهدينا بأن برنامج مسائي من الثلاثة للخميس من الساعة تسعة ونص للساعة أحد عشر مساء طبعا عدا يوم الثلاثة اللي هو من الساعة عشر للساعة أحد عشر وراح نلتقي معكم اليوم عبر عدة محطات وضيوف متنوعين موضوعاتهم وأيضا مجالاتهم راح تكون لنا محطة هامة مع الشعر وأول شاعر كويتي يصل للمرحلة النهائية في شاعر المليون ومحطة أخرى مع الملتقى الأول للاتصالات بالكويت ماذا يحمل هالملتقى للكويت وأيضا لمحطة مضمونها استثماري اقتصادي لكل أصحاب المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال ونادي أبجريد اللي راح يقدم لهم الكثير ومحطة أخرى يعني تهم او تتكلم عن تكريم من مهرجان الرواد لاصغر سيده اعمال كويتيه خليجيه راح نعرف منها اليوم تفاصيل هالتكريم طبعا والبدايه مشاهدينا راح نلتقي معاكم مع اجمل واغرب شوارع العالم شنو اللي يميز هالشارع عن غيره نشوفه مع بعض شوارع عديدة تتميز بجمالها وغرائبها، ومن أغرب الشوارع شارع نوكوف في الصين، والذي تملأه لافتات للمحلات والشركات المشهورة في العالم، والشيء الذي جعل من هذا الشارع محطة سخرية في الإنترنت هو أن كل هذه اللافتات وهمية، وتُضاع على محلات فارغة، بهدف إعطاء المشترين شعور من يشتري من هذه الماركات العالمية شارع المظلات العائمه يقع هذا الشارع في اجويده بالبرتغال وهو شارع يتميز بسمائه المملوءه بالمظلات الملونه بمجرد السير في هذا الشارع ينتابك شعور بالبهجه والفرح ميدان الدوارة السحرية في إنجلترا: هذه الدوارات من أكثر وأشد المفارق رعباً في بريطانيا، وذلك لوجود الكثير من حالات الهلع التي حدثت فيها، فهي عبارة عن تقاطع هائل من خمسة دوارات صغيرة، وشيد هذا الدوار السحري عام 1972، وتأتي شعبية هذا الدوار السحري من المسلسل التلفزيوني الشهير الذي سمي على اسمه. كما أنه شيد وفقا لتصميم فرانك بلاكمور. شوارع شيفشاون الزرقاء تتميز شوارع مدينة شفشاون المغربية بجدرانها الزرقاء والتي تجعلها محط إعجاب للجميع فعند زيارتك لهذه المدينة حتما سوف تحب اللون الأزرق الذي يملأها شارع يونغ في كندا يعتبر شارع يونغ من أطول الشوارع في كندا وحتى في العالم ويصل طوله إلى 896 كيلومتر وهذا هو السبب الوحيد الذي أدخله موسوعة جينيس للأرقام القياسية إلى أن انه فقد مكانه في موسوعه جينيس بسبب التغييرات التي ادخلت عليه في التسعينات شارع البساط السحري في جزر الكناري ربما تتعجب من أن هذا الشارع ليس مفروشاً بالسجاد المزغرفة بالزهور بل مصنوع بالكامل من الرمال البركانية المأخوذة من فوهة جبل تيد بجزر الكناري وفي عام 2007 حقق نسيج الرمال الموجود بهذا الشارع الجميل اعترافاً عالمياً عندما تم تضمينه ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر لوحة رملية في العالم شارع الوردي في لشبونه بالبرتغال، ويظهر شارع المشاة مزين باللون الوردي الحيوي الذي يبعث الهدوء والراحة النفسية، وبالإضافة إلى ذلك يوجد على طول الرصيف لوحات بمثابة معرض فني في الهواء الطلق، التلال المغناطيسية في العديد من دول العالم ظاهره التلال المغناطيسيه هي ظاهره فيزيائيه طبيعيه تتواجد في العديد من الدول حول العالم منها الهند والمانيا والبرازيل واندونيسيا والولايات المتحده وقبرص ويعتقد بعض السياح الذين يقومون بزياره هذه التلال بوجود قوى خفيه هذه التلال لها تاثير كبير على الاجسام بسبب الصخور الممغنطه التي تؤثر على الجاذبيه الارضيه الاتصالات تعد من العناصر الحيويه لاي بنيه تحتيه فالمشاريع التنمويه لن تنجح دون توفر اتصالات وعناصر بشرية متخصصة بالاتصالات لذلك قام معهد الاتصالات والملاحة بالكويت بتنظيم أول ملتقى للاتصالات في بلدنا الحبيب الكويت طبعا تفاصيل أكثر عن الملتقى وأهميته رحب بضيوفنا الكرام الكابتن منذر الكندري مدير معهد الاتصالات والملاحه ندبن مساك الله بالخير. حياك الله الله يسلمك تسلم. يا هلا فيك كابتن وايضا نمسي على المهندس حسن الزنكي نائب المدير العام لشؤون التدريب بالهيئه العامه للتطبيق. مساك الله بالخير. يا هلا فيك مساء بالخير ومشكورين على الاستضافه. يا هلا فيكم. طبعا البدايه معك كابتن نبي ناخذ فكره طبعا عن معهد الاتصالات وايضا الملاحه بالكويت وشنو اهدافه ومتى تاسيسه ونشاته ايضا. ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم المعهد العالي للاتصالات والملاحه تم انشائه ب 1966. نعم. أه يعني احنا مع الجامعه بنفس الوقت. أه ان شاء الله باذن الله بهالمناسبه يمكن هذه اول مره نقولها على على يعني في قناه عندنا ان شاء الله باذن الله السنه الجايه راح نحتفل بمرور 50 عام على انشاء المعهد اليوبيل الذهبي ان شاء الله كل بخير وانت بخير ان شاء الله وراح نحاول ان شاء الله باذن الله نخليه في باليوم العالمي للاتصالات في 17 5 فراح تكون عندنا ثلاث احتفالات في في وقت واحد هذا فيما يخص اللي هو المعهد لعائلة صلاة الملاحة المعهد من 1966 لغاية الحين قام بتوفير عشرين ألف موظف لجهات سوق العمل المختلفة لو قسمناهم على عدد الأسر الكويتية إحنا المعهد بالمتوسط يعني كل 15 أسرة لازم تلقين فيها خريج من المعهد نعم. يعني بكل فريج أكو خريج من المعهد العالي للاتصالات والملاحة فهذا طبعا إنجاز وتاريخ المعهد العالي للاتصالات والملاحة يعطيكم العافيه وطبعا ذكرت يوم 17/5 هو اليوم العالمي للاتصالات يعني محكم... مقبلين على الشهر الجاي في احتفال لا مو لا دور السنه ان شاء الله نعم ان شاء الله إيه. ان شاء الله باذن الله تعالى الله يوفقكم ان شاء الله بالنسبه لمهندس طبعا حسن ما هي المعاهد تتبع قطاع التدريب بالهيئه العامه للتطبيقي؟ المعاهد اللي تتبع قطاع التدريب في الهيئه العامه التطبيقي م. طبعا منها معهد الاتصالات والملاحه من اقدم المعاهد وابرزها ما شاء الله في المخرجات وكذلك في الامكانيات الموجوده عندنا معهد الطاقه، المعهد التدريب الانشائي، المعهد الصناعي صباح السالم، معهد الصناعي شويخ وكذلك عندنا على اساس المعهد المهني ومعهد التمريض ومعهد السكرتاري والاداره المكتبيه فهم ثمان معاهد بالإضافة إلى في إدارة تعتني في مسألة الدورات الخاصة عندنا بعض الدورات الخاصة اللي ما تكون في لها استمرارية في القبول بحيث أنها تفتح فترة وتسكر فترة ثانية هذا بالإضافة إلى قطاع التدريب يتبع كذلك ثلاثة إدارات يعني إدارة قبول وتسجيل المتدربين وعندنا مركز من الهيثم للتدريب أثناء الخدمة وكذلك لو إدارة تنسيق الدورات الخاصة يعطيكم العافية يعني كابتن يعني كان في ملتقى اللي هو من خمسة إلى سبعة بالضبط. أبريل صح. انتهى خلاص يعني اليوم آخر يوم كان ختام الملتقى تكلمنا بالضبط. عن الملتقى اللي هو ملتقى الكويت للاتصالات والملاحة نبي نتعرف على هالملتقى نعم هو الملتقى هذا هو الملتقى الأول للاتصالات على مستوى نعم. الكويت بعنوان الرؤية المستقبلية لتخصصات الاتصالات نعم. في ضوء الخطة الإنمائية لما نلاحظ الخطة الإنمائية للدولة يعني إحنا رؤية سيدي حضر صاحب السمو الكويت 2035 بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عشان أبي مركز مالي وأبي مركز تجاري فالبنية التحتية لهالعنصرين الاتصالات لهم دور رئيسي في الموضوع هذا نعم. من هنا نلاحظ أن الدولة قامت بإعداد خطط متوسطة المدى 2010-2014 كانت في خطه متوسطه المدى، المعهد العالي للاتصالات والملاحه سوى الملتقى الاول لجهاز سوق العمل البحري والجوي، قدرنا من خلال الملتقى هذا نوفر 1200 فرصه وظيفيه، <applause> الحمد لله رب العالمين الحين حاليا بالخطه الانمائيه متوسطه المدى 2015 2020 حاليا عندنا نظمنا الملتقى هذا نبي أساسا يمكن لو نلاحظ لو الأهداف الاستراتيجية للخطة الإنمائية قاعد تركز على خمسة أهداف استراتيجية أثنين منهم في جانب تنمية الموارد البشرية من هني كان الهدف الاساسي انه فعلا اذا كنت انا ابي توسعه عمرانيه، اذا كنت ابي انا اساسا اي انشطه اقتصاديه، اي انشطه تجاريه، فبالتالي البنيه التحتيه لهذه الانشطه هي من من اهمها اللي هو الاتصالات. <applause> آه معلومه هم بعد يعني نلاحظها ان احنا بالكويت تعتبر ثاني اكبر دوله استخداما ل او اكثر دوله استخداما لتقنيه الاتصالات. فلهذا السبب نلاحظ معناته أن في أساسا إقبال وفي حاجة في سوق العمل لتخصصات الاتصالات الملتقى هذا جمعنا كل جهات سوق العمل عملنا ورش عمل لمعرفة شنو احتياجاتهم من التخصصات الاتصالات كما من ونوعا يعني كم من حيث أعداد المخرجات المطلوبة على الخمس سنين الجاية نوعا من حيث أنواع التخصصات اللي مطلوبة يعني إنجاز مميز من خلال الملتقى لكن أكيد في توصيات خرجت وفيها من الملتقى إن شاء الله تطبق على أرض الواقع مثل ما بالضبط. ذكرت اللي هي رؤية قصيرة المدى بالضبط. أو متوسطة متوسط المدى, المدى عفواً ل 2020 نعم صح 2016 2020. من 2016 ل 2020 فمهندس شنو كانت التوصيات؟ والله التوصيات خالي كابتن منذر طبعاً بكونه هو صاحب التخصص في المسألة هذه بس شنو أهمية الملتقى هذا شنو بالضبط اللي هي مواكبه الخطة التنمويه اللي موجوده نعم. فقبل ان ندش في التوصيات في المساله هذه كلها دور قطاع التدريب انه يمشي مع الخطة التنمويه للدوله عشان يوفر احتياجات الدوله بالكوادر البشريه المطلوبه بحيث ان الكوادر البشريه هذه في حين انشاء هذه المشاريع وحال وجود الشركات المتخصصه العالميه اللي راح تقوم في عمليه انشائها يكون في الكوادر البشريه كذلك المؤهله من الاتصالات وفي المجالات الاخرى كذلك في نفس الطريقه، فعلشان كذي في الفتره الاخيره شكلنا حتى فريق عمل لتحليل الخطه الانمائيه هذه وكذلك معرفه احتياجات البشريه. اما بالنسبه للتوصيات اللي طلعت فيها من ضمن التوصيات اللي طلعت فيها وجود تخصصات جديده ودقيقه مطلوبه في السوق حاليا ومستقبلا خلال الخطه مصح. اللي هي المتوسطة المدى وطويلة المدى اعتقد ليه هي هو... التخصصات هذه كابتن؟ طال عمرك اول شيء طبعا هو احنا اساسا ك... كقطاع تدريب نعم. بناء على توجيهات الدكتور احمد الاثري وهم بعد يعني توجيهات اخوي بضاري ان ما لازم اساسا نوفر مخرجات من المعهد او من معاهد قطاع التدريب الا لها سوق عمل الا لها وظيفه فبالتالي عشان انا اضمن المبدا هذا او هالفلسفه هذه فلازم اعمل مسح لاحتياجات سوق العمل وبناء عليها اقدر ادخل الطلبه بحيث يتخرجون من تخصص يلقون الوظيفه ما ما اوفر مخرجات تفوق احتياجات سوق العمل ولا اوفر مخرجات تقل عن احتياجات سوق العمل فيتم سوق العمل متعطل. شلون هالموضوع يتم يعني؟ هل تكلم كل طالب ولا تكلم لا أكلم... أولياء الامور لا شو التوجيه على اي اي انا اقول لك ان نحاول نسوي مسح مع جهات سوق العمل، نفس الملتقى هذا. نعم. ورش العمل خرجنا بتوصيات استحداث ثلاث تخصصات بحاجه لهم سوق العمل اللي أهمو شنو؟ اللي... اوكي، فني الياف ضوئيه واللي هو لا علاقه في تركيب وصيانه الالياف الضوئيه، حضرتك عارفه اليوم العالم الاتصالات كلها معتمده على الفايبر اوبتيك على الالياف الضوئيه. فهذا هذا مطلوب بشكل كبير بحاجه الى فني شبكات اللي هو النت في المباني اللي هي شبكات الاتصال في المباني. بحاجه الى تخصص فني صوت و فني صوره. هذا في مجال الاعلام وفي مجال تقنيه نقل المعلومات فبالتالي نلاحظ ان هاي ثلاث تخصصات بحاجه الى تطوير تخصصين موجودين حاليين اللي هو فن اتصالات وفن شبكات لاسلكيه يعني احنا قاعد نتكلم عن حاجه سوق العمل الى خمس تخصصات بما يقارب 1500 خريج على الخمس سنوات القادمه ان شاء الله نعم. كان تركيز الملتقى في توصياته على آه شلون انا اساسا اشجع الشباب الكويتي على الانخراط في سوق العمل الخاص، شلون اساسا احيي المشاريع الصغيره؟ هم بعد من خلال من خلال الامر هذا حسينا ان على مستوى الكويت ما في قواعد بيانات كامله فيما يخص المهن فبالتالي كان من ضمن توصيات الملتقى ان نشكل فريق عمل من المعهد جهات سوق العمل المختلفه بحيث نحسب اساسا عدد الـ الـ الطلبه المطلوبين وعدد الموظفين الحاليين العاملين في مجال الاتصالات. نعم يعني رؤيه مميزه مستقبليه الحمد يعني يعطيكم الف عافيه عليهم الملتقى هذا يعني يبشر بالخير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء, إن شاء الله نوفقكم طبعا ايضا مثل ما ذكرت ان دور قطاع التدريب في تنفيذ الخطه الانمائيه دور نعم. يعني مميز دور مهم ذكرت انه في تخصصات نادره حابين تجذبون فئه الشباب عليها انه في تكدس من الشباب ويمكن على بعض التخصصات صح وهالتخصصات يمكن هي جديده مو موجوده لو يمكن موجوده وعرضه حق الطلبة ممكن هم راح يتخصصون فيها ونشوف هال 1500 نحن الحين موجودين قدامنا مو ننطر الحين يعني يكونون بالمستقبل ما عندنا اي اي شاب بالحين متخرج من تخصصات. لا من الحمد لله في متخرجين بس حاليا أول. الاحتياج للخمس سنوات القادمه تقريبا 1500. <applause> نعم دور الهيئه شنو حاليا؟ هذه نفس الكلام، دور الهيئه هو س... احنا ك... بتكلم انا كقطاع التدريب شنو سياسه قطاع التدريب؟ سياسه قطاع التدريب هو الاتصال المباشر مع سوق العمل. بحيث ان اي مدخلات انا تكون عندي تكون توجيهها صحيح لسوق العمل علشان كذي احنا مخرجات قطاع التدريب ما تطول مثلا في ديوان الخدمه المدنيه من ثلاث الى ستة اشهر تلقاهم معظمهم تعينوا ما بعض بعض التخصصات الاداريه هذا اللي فيها يصير شويه المشاكل ولكن التخصصات هذه الحين ناخذ احنا سوق العمل يحتاج وظيفه معينه الوظيفه هذه ينبني عليها برنامج تدريبي البرنامج التدريبي هذا يتم تنفيذه عندنا لتخريج موظف فعندنا التدريب المنتهي بالتوظيف هذه السياسة اللي موجودة عليها القائمة أساسا عليها مع التدريب اللي موجودة عندنا طبعا حاليا أنا مع الديوان الخدمة المدنية هو السوق الأكبر طبعا للقطاع العام أو القطاع الحكومي اللي احنا نسميه حوالي عندي 500 برنامج تدريبي او ما يتجاوز 500 برنامج تدريبي معتمد في ديوان الخدمه المدنيه كوظائف. في يعني انا عندي 500 برنامج تدريبي اقدر اخرج فيها وظائف حق سوق العمل اللي هو القطاع الحكومي. لا. حاليا طبعا ما شاء الله بهالملتقيات هذه وبزيارات اللي مع سوق العمل وتلمس احتياجاتها ممكن تزيد اكثر لان الوظائف هذه ممكن تتغير من فتره ثانية شنو نوعيه الوظائف اللي يتم الاحتياج لها. علشان كذي لابد ان الفتره القادمه مع الخطه التنمويه نواكب الخطه التنمويه هذه في الوظائف المحتمله او المطلوبة خلال فتره العشر الى 15 سنه القادمه. بحيث أن على ما اوصل لهذه المرحلة هذه تكون البرامج هذه جاهزه ويكون سوق العمل اوريدي مزود بالكوادر البشريه الوطنيه علشان تغطي المسألة. طبعا مثل هالوظائف مهندس يعني كل ملتقى يتم يعني الكشف على الوظائف اللي ممكن ان يعني محتاجها سوق سوق العمل ولا لا؟ يعني هي رؤيه مستقبليه ل 2035 شنو احنا محتاجين بسوق العمل ولا لا كل فتره نكتشف ان احنا بحاجه ل يعني تخصصات جديده، موارد بشريه وفئات بالضبط يعني وكذلك تعمل المعلومات الم... تحديث البيانات، تحديث المعلومات، الملتقيات الغرض منها شنو؟ آه جمع الخبرات اللي موجوده في السوق لكل جوانب المجال نفسه، يعني في مجال الاتصالات ما شاء الله جمعوا كل الجوانب اللي هم من مستخدمين، من مدربين اعضاء التدريب، من في ادارات في التدريب واداره كذا من قطاع حكومي من قطاع خاص اللي لهم علاقه في الاتصالات. الفتره القادمه ان شاء الله راح يكون عندنا ملتقى لسوق عمل كامل على مستوى دوله الكويت لكل جميع القطاعات يعني جميع القطاعات الحكوميه الموجوده على دوله فقط الكويت. فقط الحكوميه راح تكون مشاركه. كبيرنا آه حتى القطاع الخاص. احنا عندنا مذكره تفاهم مع برنامج اعاده الهيكله لبحث الاحتياجات الخاصه في القطاع الخاص. لان المرحله القادمه يعني حتى الخطه التنمويه قائمه بناء على اهداف معينه من ضمن اهدافها ان التنميه لابد ان يقوم فيها القطاع الخاص يعني القطاع الخاص هو لازم يكون يكون جزء اساسي نعم بالضبط هو لازم يكون قائد في للقطاع التنميه هذه وتطبيقها فبهالطريقه هذه شنو افضل ما يكون عندنا الكوادر الوطنيه هي اللي تكون في القطاع الخاص لما تقوم هي في عمليه قيادة الخطة التنموية الموجودة عندنا في البيت. في رؤية مستقبلية أن المستقبل الكوادر الوطنية هي يعني تاخذ جميع المناصب هل هل يعني التخصصات الجديدة هم اللي يمسكونها يكونون عندهم رؤية مستقبلية عندهم حب يعني ينخرطون بهالمجالات الجديدة والتخصصات الجديدة؟ نفس ما قلت لك طال عمرك يمكن هم ارجع اقول ان تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري ما في تجارة من غير نقل ولا في نقل من غير تجارة. فعلاً. آه لهذا السبب نلاحظ ان المعهد العالي للاتصالات والملاحه ماسك الجانبين المهمين في الخطه الانمائيه آه القطارات والمترو يمكن اخوي بوظاري من يعني آه توجيهاته ان فعلا نشوف شنو اللي نبي في مجال القطارات والمترو يعني نشوف بالمستقبل عندنا قطارات ومترو بالضبط يعني ترى على فكره المفروض ان احنا نكون متصلين مع دول مجلس التعاون ب 2019 في مجال القطارات السكك الحديديه في مجال المترو 2022 فبالتالي احنا بالمعهد حاليا ايش قاعد نسوي؟ قاعد نجاري هالخطه هذه بحيث ان احنا نوفر البرامج التدريبيه والمناهج والمحاكيات في هذا المجال بحيث ان الطلبه مجرد ما يشتغل المشروع يكون عندنا طلبة كويتيين موجودين يقدرون يشتغلون في المشروع هذا خريجين ثانوية قصدك طبعا هم بعد الثانوية تخرجوا لا لهم مجال ان يدخلون ياخذون هالدورات بعد الثانوية العامة احنا المعهد العالي صارت عندنا بعد ال بعد ال يعني مدخلاتنا خريجين الثانوية العامة طبعا الحوار شيخ معاكم والملتقى يعني بشر بالخير إن رؤية إن شاء الله. يعني واهتمام بالخطة الإنمائية وتحاولون ان تواكبون كل التطورات بلغب. اللي موجودة بالوقت الحالي يعطيكم العافية تواجدكم معنا طبعا كابتن اذا من كلمة أخيرة حاب تقولها شخص الحين يتابعك؟ والله يعني يمكن اذا الكلمه اللي بقولها ابي اشكر فعلا قيادات الهيئه المعهد العالي للصلاة والملاحه يعني ما ابي ابالغ بس اقول نفس ما عندي انا ابراج الكويت كمعلم سياحي انا عندي المعهد العالي للصلاة والملاحه كمعلم تدريبي اكاديمي مهني عندنا اكبر مجمع محاكيات ملاحي بحري جوي على مستوى العالم ما اقول على مستوى الكويت عندنا محاكيات في مجال متابعة أعطال الألياف الضوئية عندنا محاكي في مجال أعطال الكمبيوتر المعهد انتهج فلسفة اللي هي توفير بيئة تدريب تفاعلية من خلال التفاعل مع الموقف هذا اللي يميزنا إحنا كمعهد عالي في والملاحة الحمد لله كل يتابعنا شاركوني ينضمون للمعهد طبعاً إن شاء الله بإذن الله مهندس نحب نقول كلمة أخيرة كل شخص الحين يتابعك والله ألف شكر أول على الاستضافة في نفس الوقت المجهود هذا كله خلي يكون عندنا شويه نظره تفاعلية للمستقبل. ان شاء الله. المشاريع التنمويه ان شاء الله يعني ماشيه وفي مشاريع تنمويه وايد قاعده تصير عندنا في الكويت، والواحد لما يكون متصل اكثر في سوق العمل قاعد يتلمس الاحتياجات الجديده بناء على المشاريع اللي اقيمت فعلا واللي طور الانشاء حاليا. فان شاء الله الفتره القادمه فتره نمو، فتره ازدهار، فتره فعلا الكويت راح تكون إن شاء الله على أساس إنه مركز مالي وتجاري موجود في المنطقة بس بسواعد أبنائه وهذا اللي إحنا نبيه. إن شاء الله. فنبي نغير اللي هو ثقافة المجتمع في مسألة المهن هذه ولا بد أن المهن هذه يمسكونها هي الكويت إن شاء الله يعطيكم العافية يعني. حوار وحوار إيجابي مليء بالتفاؤل مستقبل زاهر لبلدنا الكويت الله يعطيكم العافية كابتن منذر الكندري مدير معهد الاتصالات والملاحة ندبا وأيضا المهندس حسن الزنكي نائب المدير العام لشؤون التدريب بالهيئة العامة للتطبيق حياكم الله الله يسلمك مشكور أستاذة الله يسلمك طبعا مش مشاهدينا برنامج مسائي مستمر لكن بعد هذا الفاصل فاصل سريع لا تبعدون تشير الدراسات بان المشاريع الصغيرة تفشل بنسبة 85% بسبب نقص المهارات الاداريه و40% من المشاريع الصغيره تغلق في السنه الاولى بسبب انعدام المهارات الاداريه ايضا و80% من المشاريع التي نفذت نقذت من الاغلاق في السنه الاولى تغلق في الخمس سنوات اللاحقه بسبب نقص المهاره الاداريه هل المشاريع الصغيره اللغز يحتاج ل انديه وجهات لفك هذا اللغز راح طبعا نعرف اليوم من خلال ضيوفنا بالاستديو الاستاذ احمد الصالح مستشار المشاريع الصغيره في قطاعات الدوله والقطاعات الخاصه ونمسي عليك مساك الله بالخير مساء الخير يا هلا فيك حياك الله وايضا مسي على الاستاذ حمد الفارس خريج رياده الاعمال من امريكا مساك الله بالخير انسيت يا هلا فيك ونمسي على عمر بن ناجي خريج ريادة الأعمال من أمريكا مساك الله بالخير مساك الله يا هلا فيكم حقيقة. طبعا البداية أستاذ يعني معك نبي نتعرف عن نادي أبو قريت شنو فكرته وشنو الهدف منه أيضا حلو إحنا اليوم شركة استشارية مختصة في المشاريع الصغيرة نعم. عندنا خبرة 15 سنة في تطوير وتنمية المبادرين ورواد الأعمال نعم. أسسنا من خمس سنوات نوادي غير ربحية باختصار اللي يأخذ عندنا استشارة أو دورة أو أي واحد من برا تشارك في مجال تجاري أو تطوير أعمالهم الخاصة نعم. شفنا الناس محتاجة تتشكل يكون بينهم حوار بينهم أفكار بينهم تحفيز فأسسنا من خمس سنوات نوادي نعم. شفنا أن النوادي هذه مشت بطريقة معينة الآن قاعد يعني نسوي لها ابجريد في نسخة جديدة راح نطلق إن شاء الله تاريخ 19 أربعة فنادي أبو هو نواة بناء على خمس سنوات قضيناها في نوادي مختلفة تم اندماجها كلها في نادي كبير سميناه حتى نحتوي اكبر عدد من المبادرين. نعم فكرة. هذا بشكل بسيط، النادي غير ربحي احنا اليوم نديره كشركه من ناحيه علميه واداريه ويديرون معنا سبع مبادرين ومتخصصين منهم الاستاذ عمر والاستاذ حميد وعندنا كذلك رواد اعمال كويتيين تطوعوا معنا في اداره النادي حتى ننجح رياده الاعمال في الكويت. يعطيكم العافيه، الله فكره عافية. يعني انسانيه استثماريه تعطي خبرات اشخاص في مجال الاستثمار وايضا الاقتصاد والبزنس لاشخاص مبتدئين بدل ما يفشلون بمشاريعهم لا تساعدونهم تعطوهم استشارات ولا وفي نادي بعد. انزين لغه بين المبادرين شلون تكون بينكم عمر وحمد؟ تفضل أه انا بس بغيت اوضح شغله معينه، احنا نقول ان في لغه معينه يعم. بين المبادرين، وهذه بسبب اشياء معينه وهي ان نوع الشخصيه عاده يكون نفسها، يكون انواع الشخصيه الشخص المبادر يكون عاده برا القالب، كله يبي يسوي شيء جديد. ما ما يندرج تحت الانماط الاجتماعيه الطبيعيه، يبي يفكر بشيء جديد، فكره جديده، مقترح جديد، فهذه شغله مهمه لازم نفكر فيها اذا بنتكلم عن اللغه بينهم، هم متقاربين جدا بالشخصيه، والشغله الثانيه هم يجتمعون هم باشياء وايد مع بعض منها المشاكل اللي تحوشهم سواء يعني ماديه في مشروعهم او حتى يعني مشاكل من الاشياء اللي حولهم، فطبعا راح يكون في لغه بينهم ومتعارف عليها وسهل ان المبادر يكلم المبادر خاصه خاصه بالاشياء اللي تتعلق بالمبادرين ورياده الاعمال. وجدت عمر بهالموضوع؟ انا مع اخوي حمد وأضيف عليه انه اذا شفتيهم قاعدين مكان دائما اذا دا شفتيهم قاعد يسولفون ما تفهمين ايش قاعد يقولون. في في اسرار عين ما يقول اليوم قاعد بس الموضوع في كودينج كنا في كود بينهم والله شنو يعني هو الكود هذا ممكن يعني تشرح لنا الكود ما ادري اقول لك شنو مثلا ما, يعني ما راح يكون واحد فيهم مثلا بس قاعد مثلا مع حمد اخوي مثلا قاعد قاعد كلمه بموضوع راح كله بزنس واستثمار لا راح تشوف لحظه ايش قاعد تكلموا عنه بالضبط يعني شنو سالفه سافت, سافت شيء قاعد تكلموا عنه مثلا شنو الخطه اللي عندكم ولا شنو الشيء اللي بتسوونه وين توصلون اخر شيء فكل شيء تشوف الناس الفوكس عليهم ان لا. شنهم تجاريه أو؟ خاصه نبي نسمع عرضك يعني ساد. يعني في لغه بحكم الاحلام بحكم الاهات المشتركه بحكم الازمات المشتركه أي. <applause> الازمات اللي قاعد يعيشونها نعم. في احلامهم في محطات وفي كل محطه في لغه المحطه الاولى لغه الشغف والفكره وتشكيلها وشلون في تمويل وعوائق الرخصه وعوائق التنفيذ والتوظيف ومشاكل القوانين في البلد وبعدين المكان اي اللغه بعدين تختلف الى المنافسين وضغط السوق هذا عقب ما خلص يعني هذا عقب ما يشكل يبدي بعدين مرحله السوق والعراق والمنافسه مع السوق فاللغه اليوم ليش مختلفه؟ لأن أه هم كاسرين الاعراف يعني احنا نتربى من صغرنا ادرس شد حيلك تاخذ شهاده زينه عشان تاخذ وظيفه. المبادر يشوف انه هو ما يكون تحت مظله ما يبي, يبي اه هو فكرته ينفذها يبي عنده فكره ملحه يبي جازف يوصل لها ينفذها يحققها لانه قاعد يشوف حلمه امامه. فهو مو قابل بالاعراف الاجتماعيه لذلك يشوفونه غريب. فهو بين هلا انا اتكلم انا مبادر اليوم من سنين اول ما قررت الكل مستنكر اكو احد يهد الحكومه ويصير مبادر طبعا اليوم نتكلم المبادره وايد يعني الحكومه معاش ثابت وخلصنا بس ليه برمجة. يعني فهو عكس التيار ماشي عكس المجتمع عكس الافكار العامه لذلك هو اللي يمكن الاخ عمر يقصد انه في كود بينهم في الكود. اي والكود هذا لغه خاصه شفره او على قولتهم شفره شنو يحسن البعض عشان مع بعض ما يحتاج يشرح حق الثاني فاهمين بس شو بس فاهمين زين واللي قاعد معاكم ما راح يفهم <applause> هذا <applause> الكود بينكم واللي بيستثمر احسن شيء تقعدون اذا واحد يأخذ فكرتكم ما راح يعرف شنو الفكره ايوه تكلمون انتم ماخذين راحتكم انزين هالطياره اللي هذه ماسكتها الورقيه اللي بايديني حلو شو ولش هذي. هذي شنو فكرتها وليش هالطائره هذه؟ وهذه شنو بعد؟ احنا اتخذنا فكره الكايت اللي هي الطياره الورقيه هذه بعد اي هذه الحين بقول لك قصتها هذه قصتها بلش بلش اول اي اي كل ادبياتنا كروت التيم الفريق أه سواء عندنا هنا يمكن الكروت موجودة مشكور عمر مشكور عمر كروتنا أوراقنا بروشوراتنا كلها مسوينها على الطائرة الورقية الفكرة أنه حلق بشكل أعلى لأحلامك معنا ودائما الطائرة الورقية يرمزون لها للمبادر حط حلمك أطلقه مع الريح راح يوصل يوم الأيام إلى صورة أنت تحققها أو توصل هذه رؤيتكم استاذ؟ رؤيتنا وشكلنا التسويقي فإحنا حطينا هالفكر قدامنا الطياره اللي حاطتها احنا ايش سوينا؟ سوينا فكره شويه فنتج للناس. نعم. ارسلنا دعوات راح تبدي ان شاء الله يعني بعضها وصل وبعضها راح يروح اول الاسبوع الجاي. سوينا فكره جديده. اللي هي خابره لعبه قبل. الناس راح تروح لهم ما كل لعبه الطيارة, الطياره القديمه الفلين نعم. للركاب فاحنا طبعنا عليها فكرتنا ودعوتنا وهذا طبعا ما خاصة طبعا وتصير م. في النهايه طياره يركبها الشخص ويحطها مكتبه نعم وتوصل له بطاقه هي الدعوه, الدعوة وهي المانيوال شلون تركب الطياره فلأن لان عندنا قيمه خاصه قيمه م. الابداع قاعد يعني نحاول نرحب من ادبياتنا وافكارنا وشلون نوصلها من خلال ادواتنا الى الجمهور. زين هالدعوه يعني شبابنا المبادرين راحت لعند اي اشخاص؟ من الشخص اللي تحسون انه لازم يكون موجود بالنادي ويشارككم؟ احنا فكرة الفئات اللي نستقطبها حق النادي بشكل خاص تبدا من شخص للحين ما عنده فكرة واضحة زين لكن عنده الاندفاع الداخلي انا ابي اسوي شيء يسمونه المبادر الكامن المبادر الكامن هو الشخص المبادر اللي داخله زين عنده المبادر الكامل لكن للحين ما صقله للحين ما طلعه ما طلع فكرته الواضحة فهذا طبعا نبي وطبعا هو راح يستفيد المرحلة اللي عقبها اللي هي عنده فكرة بس مو مسقولة ولا واضحة بالنسبة له ولا الماركت ولا يعني البرودكت نفسه واضح فهذا هم مفروض إذا جدا يستفيد يسمونه يسمون الوليد <applause> <applause> الوليد <applause> <applause> والمرحلة هم اللي عقبها اللي شخص ممكن بلش وبدأ لكن في اول بداياته يعني لحم مفاهم السوق شون قاعد يدور شون مفاهم هو رسالاته الكامنه انزين يوصلها حق الناس اللي قدامه وهذا جدا راح يستفيد والشخص الاخير هم ممكن يكون هو ناجح وناجح جدا لكن طبعا ما يضر اذا يا واستفاد وانا اتوقع من نجاح الى نجاح حق هالشخص هذا يعني حق كل فئات المجتمع الشباب المقبلين على أنه يبون يسوون مش مشروع بالمستقبل قاعد ببيته عنده فكره بينه وبين نفسه انه بيفتح مشروع عنده مشروع او انه مثل ما ذكرت ناجح يطور نجاح لا نجاح افضل انما يعني يشوف المنافسين يطور من شغله هالطائره أه الاخيره اللي بدنا شنو بعد هذا طبعا لنا. نفس الفكره احنا حاطين فيها فكرتنا وحاطين نعم. فيها اسماء الفريق داخل معانا المهندس احمد العياد المهندس عبد الله وزيع الاستاذ فريق الناجي هيفاء الياقوت عمر بن ناجي حمد الفارس علي الخالدي ذول التيم نعم. اللي تطوع لاداء الفكره وطبعا احنا حاطين داخل الطياره صورة واحد راكب التذكره مالته او طيارة الكايت مالته نعم. ومنطلق صوب الابراج يعني صوره رمزيه حق المبادر الكويتي اللي محتاج كميه من الحراره حتى يحس ان حلمه ممكن يتحقق فهو قاعد بين مجموعه عندها جزء من الحافزيه، جزء من الفكر، جزء من الجانب العلمي نعم. ممكن يوصله هذا الشيء الى احلامه الشخصيه. زين عمر نبي نعرف منك يعني شلون تشوف شبابنا الحين؟ كونك شاب ومبادر ودرست رياده الاعمال بامريكا وتخصص مثل ما ذكرت تكلمت عن رياده الاعمال انه تخصص يعني نادر ومهم نعم. فشلون تشوف شبابنا هل عندهم اهتمام بهالموضوع مثل هالدعوات راح يجون ويحضرون يجازفون تأكيد. اذا هو بالقطاع الحكومي يروح يفكر ويصير عنده بزنس خاص ويكون لو قبل خمس سنين كان قلت لك الموضوع مستحيل نعم او ممكن حتى اي خمس سنين يعني حتى لما رحت انا درست التخصص هذا كان يعني نعم. كمان يقول لي ايش تبي تدرس بالضبط كلنا سوينا مشاريع صغيره وكلنا نجحنا فشو تبي تسوي بالضبط؟ بعدين فهم فهموا الناس الكونسبت مال والله ما تقول انتربرنور شيب ولا مشاريع صغيره ولا اشياء هذه. نعم. فالحين اتوقع ان اغلب وما اتوقع مجزم ان اغلب توجه الشباب كلهم يبي يصيرون هم مدير مشاريعهم ما يبون انه والله اروح اداوم فوقي مدير وفوقي ما اعرف ايش. خاصه بعد التسهيلات اللي قدمتها الحكومه حق الشباب انه يسوون لهم مشاريع مثل صندوق وطني والاشياء هذه. أه، سووا مش... سووا رخصتك ب دينار مثلا قبل كان تدفع لك 15 ولا 20 دينار. أه، تسهيلات عديده لكن الارض العمليه الواقع في اقبال في شباب مندفعين أكيد أكيد قاعدين تشوفين السوق عندك الحين شلون الكافيهات قاعد تستهلك كلها محليه مطاعم صارت كلها محليه محلات هدوم كلها محليه ذاك دا كل اليوم داق على شركه صحيه حتى يعني في اتوقع كنا بخدمات اللي هو الابلكيشن فدقيت على شركه وطلع كويتي يشتغل فيها هو اللي يصلح البايبات والاشياء هذه نعم صحيح فانصدمت صحيح اوه والله الكويتيين قاموا يسوون كل شيء يعني, يعني ما شاء الله عليهم طاقات جبارة هالنادي هذا راح يجمعهم كلهم وراح يكون انطلاقة بعد متى الانطلاقة؟ إن شاء الله انطلاقة يوم 19 أربعة الساعة ستة ستة مساء الدعوة عامة للكل راح يكون, وين رح يكون في مسرح لايف في ديسكفري مول نعم. نعم. راح نبدي عندنا مجموعة فقرات الفقرات مكس يوم الافتتاح ما بين ألعاب تحفز التفكير وتحفز التخطيط وتحفز الاتصال عندنا محاضره سريعه لمده نص ساعه عن اربع محطات لبناء المشروع شو تسوي شو المغناطيس اللي موجود في اربع محطات وشلون تجذب فكرتك حق كل محطه وتنتقل من هالمحطه للمحطه اللي بعدها جانب <applause> علمي عندنا اثنين مختصين بالتسويق الاستاذ عمر الحوطي والدكتور احمد العومي راح يتكلمون عن قصص نجاح عالميه وكويتيه شلون نجحت بافكار بسيطه في التسويق بدون زخم الحملات الاعلانيه وعندنا اربع مبادرين فنتك مميزين عندهم قصه وايد حلوه في مشاريعهم راح ويتكلمون عن شلون اخذوا قرارات فاحنا مسوي مثل لاب راح نركز على كل واحد فيهم وركز على قراراته شلون اخذ قرارات في محطات رئيسيه في مشروعه فراح نقيس الجانب النفسي وآثره على المشروع وشلون تاخذ قرار سليم في مشروعك وبعدين الجمهور راح نطلق كلنا طائراتنا الورقيه واحلامنا فيها ونحاول نحتفل باطلاق هذا النادي الغير ربحي ونحاول نشكل نفسنا الى اللقاءات الجايه ان شاء الله نعم الله يوفقكم ان شاء الله اي شخص يتابعنا يعني عادي هو عنده فكره عنده اهتمام بالمشاريع الصغيره وده يكون يعني مثل ما ذكرت انه هو صاحب البزنس شلون يشارك يقدر يحضر لقاءات لازم 19 يحضر أربعة. الملتقى اللي هو 19 اي هو ملتقى الافتتاح إنزين انا بس بغيت اعرج على موضوع بسيط وايد من الناس يسألون انتم شنو فرقكم عن النوادي الموجوده حاليا؟ هو في نوادي موجوده وتيب ناس وتخليهم يتكلمون زين؟ لكن اغلب الناس يذكرون شنو فرقكم انتم عن الموجودين حاليا؟ احنا نتكلم فرقنا احنا شغلتين اساسيين، احنا مو بس نجيب اكسبيرينسز، يعني ناس عاشوا بتجربه ونجحوا. وهذا اغلب الناس الموجودين بالكويت او اغلب نعم. النوادي هذه تجيب ناس ناجحين سواء من برا ولا من داخل الكويت ويتكلم عن قصص نجاحه، لكن الاشياء اللي سواها عشان هو ينجح مو بالضروره تنطبق على الاشخاص الثانيين، فهو ممكن بالاشياء نفسها اللي انا اسويها اللي هو سواها وانا افشل وهو ينجح، فبالتالي شنو المعيار؟ المعيار هو العلم، هذا عشان كذي احنا درسنا يعني مشاريع صغيره انتربرنور هو عشان نفهم تكنيكلي يعني بالعلم ليش هو نجح وليش الثاني في نفس الشغل فشل نبي نشوف العلميه يعني شلون واحد ليش هذا نجح وهذا الثاني ما ما وصل للنجاح طبعا احنا أشل... تكنيك العلمي حق ت... كل شخص يتابعنا وعنده بزنس يحب يستثمر طبعا التكنيكال طبعا احنا وايد نتسو... راح نتوسع فيها ان شاء الله باختصار بال... شيء يعني بال... بسيط طبعًا. طبعًا. طبعا انا ممكن ممكن نقول من الاشياء الاساسيه هي الفكره وشلون السوق راح يتقبلها هو نعم. عادة الناس يقولون أنا بفتح مشروع صغير فأبفكر بفكرة. هو الأصل يكون العكس أن أنا عندي فكرة فبفتح مشروع صغير. وهذه وايد ناس ما ما يقدرون يعني او مو مفكرين فيها مسبقا، السالفه ان انا لازم اؤمن بفكرتي لدرجه ان انا اعطي نفسي حقها كاملا. نعم. من زين. وهذه اللي اغلب المرات هذه اللي تاثر، هو هو شيء شخصي، اكثر من شيء مثلا مادي ولا حتى لما تبلشين بمشروع قوي وفلوس وايد مو يعني تنجحين في ناس يبلشون بشويه لكن يوصلون حق نجاحات باهره وهذا لازم نخليها ببالنا شيء جدا ضروري ملاحظه مهمه ذكرها حمد حق كل شخص يعني حاب يدخل البزنس انه انت جاب شغلك مختصر كلامك جاب شغلك وانت شغلك راح تنجح لازم تحبه بعد لازم تحب شغلك تعطيه كل, كل وقتك كل صح هذا مفهوم رياده الاعمال تقول انا رائد اعمال فمعناته انا جاب شغلي فكرتي وانا سويتها وانا اسستها وانا سويت فيها كل شيء وانا قاعد اديرها مو معناته ان انا افتح لي بقاله واحط لي احد ماسكها ويضم اضمنها عليه واقول انا عندي والله انا رائد اعمال وعندي مشروع صغير. ها انت مضمن مو رائد اعمال نعم ترى في فرق بين رائد اعمال او او انا يمكن انا ما احب مسمى رائد اعمال كثر هو انتربرنور اللي هو مبادر مبادر انا اعتقد في خطا كبير في قضيه الترجمه العربيه في الموضوع الناس مو عارفه الفرق بين الانتربرنور اللي هو المبادر وما بين صاحب مشروع صغير اليوم عندنا وايد موظفين حكومه او على راس اعمالهم فاتح له بزنس سمول بزنس والبزنس هذا ما شاء الله قاعد وايد وايد لكن الانتربرنور هو شخص عنده فكره ملحه مثل ما قال حميد وقاعد يشوف هذه الفكره لو تتفذ بهالطريقه في المجتمع وفي قاب قاعد يشوفها لذلك اللي تفضل فيه حمد وايد سليم أن اللي نفذه الشخص ذاك كان سليم في وقتها. انت اليوم لو تنفذ مشروعك في نقاط اختراق اخرى لازم تشوفها في مشروعك فما تنطبق الفكره او كل مجهود بنفس الطريقه على اثنين من الشغلات اللي راح نقولها في اول يوم الاربع محطات الرئيسيه شلون تشكل فكره مشروعك شنو النقاط شنو القيم اللي لازم تستوفيها في الشروط هل مشروعك يحل مشكله او يحقق رغبه او يسد حاجه في المجتمع، كل واحده فيهم لها يعني قصه ولها عمليات مختلفه. هل اليوم انت عقب ما تشكلت وصار عندك منتج، المنتج هذا صار في كاش فلو زين، صار الكاش كاو مالك، صار المنتج اللي المدر بالنسبه لك ولا انت عندك منتجات متفرقه وما زلت يو كل يوم انت منتجك قاعد يتلون لان العميل قاعد يطلب اضافات. فانت هو شيء صحيح حد... ولا لا اذا هو يتلون حسب لا. احتياج المجتمع؟ اليوم توصل لمرحله معينه المتدور. في مشروعك لازم انت تكون قايس احتياجات العميل في منتجات رئيسيه اليوم صاحب المشروع ما عنده موارد كبيره ما عنده راس مال كبير نعم. لو يتلوم كل منتجه مع عميل يحاول يعني يطور من نفسه شو يعني يساير تطوير, المنتج تطوير المنتج وتغيير بعض القيم نقول المضافه عن تغيير القيم المقدمه في المنتج يعني اعطيك مثال انا آل اليوم طيران خلينا نقول طيران مثل طيران خلينا نقول الجزيره نعم. زين طيران شغال على طيران اقتصادي فهو حاط قيمه خدمه العملاء اما يصير واحد يقول سووا لي شيء فخم طيران الجزيره واقول خلنا اغير الاوبريشن كله عشان والله في واحد من العملاء أبي خدمات فخمه طيران خلال. ثاني فيروح طيران نعم. ثاني لذلك اليوم المنتج له قيم رئيسيه مقدمه العميل يطلبها من زبون او يطلبها من مشروع معين اذا تلون صح المشروع في خدماته فهو خدم عملاء ثانيين لذلك لازم ينتقل مرحله ثانيه منتج واضح وعميل واضح نعم وهذه طبعا المراحل العافية. العمليه اللي راح نطرحها بشكل تفصيلي في اللقاء يعني ان شاء الله. يعني نصائح مق يعني سريعه مختصره من حضراتكم يعني حق كل شخص يتابعنا حاب يكون مبادر بالمستقبل، يعطيكم العافيه على معنا باستديو مسائي أمد والله يوفقكم من هالاعلى ان شاء الله، ويعطيك العافيه استاذ احمد الصالح مستشار المشاريع الصغيره في قطاعات الدوله والقطاعات الخاصه تاجك معنا وايضا استاذ أمد أمد حمد الفارس والاستاذ عمر ناجي خريجي رياده الاعمال من امريكا يعطيكم العافيه يعطى العافيه ما يا هلا فيكم طبعا مشاهدينا برنامج مساء مستمر لكن بعد هذا الفاصل فاصل سريع لا تبعدون في خطوة تعد الأولى من نوعها في مجال الرواد وسيدات الأعمال العربيات والخليجيات تم تكريم ضيفتنا كأصغر سيدة أعمال كويتية في مهرجان الرواد للتكريم نرحب بضيفتنا سيدة الأعمال ومصممة الأزياء المعروفة باسم السلطان مساء الله بالخير هلا وغلا هلا فيك هلا يا هلا فيك ونورتي مسائي حبيبتي لي مشكورين طبعا هالتكريم هذا اللي هو يعني مهرجان الرواد كلمينا عنه البداية. لا هو يعني اتصل مفاجئ كاختياري اصغى سيدة اعمال نعم آه وتم تكريمي فكان بالنسبة لي مفاجأة كبيرة وفي نفس الوقت طبعا طلبوا إنه اعرض فاشن شو في نفس التكريم نعم فتدرين كان بصمة لي حلوة وايد في حياتي ومفاجأة وايد حلوة الحمد لله يا رب العالمين الله يوفقك اللي هو قبل شهرين هل هذا تقريبا إيه. اواخر شهر اثنين كان اللي هو المهرجان الرواد الرواد اي نعم نعم شنو يعني مهرجان الرواد فقط يختص بالمواهب الطاقات الشبابية في مجال البيزنس ويعني يسلط عليهم الأضواء ولا هو يعني حق أي شخص مبادر؟ لا لا هو يكرم كان تكريم من كل الدول نقول العربية والأوروبية كان من أمريكا من تركيا ومن غيرها فهو كان يختارون من الإنس يعني شخص نقدر نقول الشخص المناسب في هالأمر ويتم اختياره عقب لجنة ويتم تكريمه على اساس يتم اختيار الشخص المناسب؟ تشرح لنا الاليه اللي يعني يعني انا ما اقدر اشرح لك عن الكل لان بكل امانه تشرح يعني لنا عن ايش نفسك؟ يعني آه لما يو نسالوا هالسؤال ايش معنى او ليش بس نعم. من السلطان اخترتوها؟ فكان انه كانت تجمع بين ثلاث شغلات وكان في اسئله اكثر من وانطرح اسمها في اكثر من مكان نعم. فكانت اكثر شيء ان الترشيح لها. يعني قصدك ان ذا الشخص يكون يعني عنده اكثر من ثلاث اعمال يجيدها مو شرط انه ثلاث اعمال حسب شنو الاعمال اللي هم كانت بالنسبه لهم هالبنت قادره انها تكون فيها ما شاء الله عليك الله يوفقك ان شاء الله. الله اسماء اخرى يعني تم تكريمها من خلال هالمهرجان كانوا تبي نسجل دكتوره هند القاسمي نعم. من الامارات وهي طلبت في نفس الوقت كانت ضيفتنا ايضا في برنامج مسائي وجهه تحيه هي. هي تبارك الرحمن طلبت مني أن تطلع الستيج معاي آه كان في اكثر من نقول آه من تركيا كانت وزيره آه وكان في اكثر من امريكا ما, ما يذكرني لانه كان في لوية الفاشن حزتها وطلعت يعني نفس اليوم آه كانت استاذه آه صفية العمري كان في دكاتره كثير لا. كان رجل اعمال آه من العراق آه اسمه اتوقع آه يعني ما يذكرني اساميهم صراحه بعدين صار له شهرين الموضوع نعم <applause> فكانوا وايد إيش يعني لك التكريم هذا كونك يعني مثل ما هو تكريم اصغر بنت كويتيه سيده اعمال كويتيه في مجال البزنس ومجالات مختلفه ما شاء الله عليك هو اكيد شنو يضيف بصمه كبيره شاية. في حياتي طبعا شيء طبيعي اني آه يقدمني خطوه لقدام آه يحملني مسؤوليه اكثر نعم. آه وما اقدر انسى اللحظه اللي صعدت على الستيج ومثلت ديرتي في هالشيء هذا ورفعت علم الكويت. شلون كانت نبي نبي نردد شهرين. العبره اي والله يعني فعلا خنقتني العبره من شفت الكل وقف ويصفق وكان الكل فخور فيني، كانت لحظه ما اقدر انساها صراحه. قبل الفاشن شو كانت اللحظه هذه؟ اي <applause> طبعا اكيد قبل الفاشن تلقى. شو، هو التكريم أبقى. قبل الفاشن شو كان اخر مرحله اللي هي الفاشن شو. نعم، وايضا يعني التحديات كل بنت تتابعنا يمكن اكثر من رجل تواجه تحديات ولا الحين لا البنت والرجل لا الحين سواسيه صاروا نعم رجل رجل كل البنت اسرع تكون يعني لو لا والله نفس الشيء رجل عواقبه وتحديات والبنت لها عواقب وتحديات اعطينا بعض العواقب التحديات اللي واجهتيها قبل شوي كنت اتكلم عن المشاريع الصغيره عن انك شلون الواحد عنده طاقه ينفذها على الارض الواقع يعني يواجه كل الظروف اللي قدامه شلون واجهتي الظروف؟ شلون كانت البداية؟ سبق لي وكل اقول اقول اي احد لا يجدم على اي خطوه لا. في مشروع اذا ما يكون هوايته لانه بتجيله وايد عقوبات اذا كل ما يطلع عقوبه بيوقف يقول ستوب لا ما اقدر اني اكمل اذا كان هوايه لا بيكمل بيقول لا انا اقوى انا اقدر انا راح اوصل فراح يتحدا يعني هوايه يحبها اكيد كانت بدايتك مع شنو؟ التصميم التصميم <تصميم> اول شيء تصميم كان اي تصميم تطور, ليه؟ أه لو تطور لي لوكالات عالميه تطور لاكثر من شغله أه ما نحب نذكرها او ما ادري مسموح نذكرها فك... طبعا التدريب يعني عندي اكثر مجال أه مجال اللي هو مع الاهل اداره نعم. امور في المعاهل ومجال خيري لله الحمد يا رب العالمين ومجالي في التصميم والماركات العالميه ذكرتي يعني العمل الخيري نجاح الأمم يعتمد على الناس المعطاء اللي فيها تحب العمل الخير التطوعي الغير مقابل غير ربحي توقف بعض الناس تساندهم يعني شيء من الإنسانية أنا قاعد أشوفها فيك الحمد لله آه عن الفكرة هذه عن هالتجربة آه هي التجربة جات بعد وفاة أخوي الله يرحمه. آه آه حسيت بايد أمور بايد أسر حسيت بألم الأسر لما يكون عندها مريض فبدت من هني معي زائد أنه دائما يقولون الصدقة تدفع البلاء فعلا فهذه اخذتها جانب ثاني اني يعني انا لما اوقف مع اي احد او ادش بيت ناس او اقدر اني ارسم ابتسامه على وجه اي شخص او اي طفله او اي امراه اكيد الله بيوفقني بحياتي اكثر واكثر والله الحمد يا رب العالمين بدت من هالامر هذه لما توسعت والحمد لله يا رب شو كان توسع معك توسع لنا المستشفيات نروح لها توسع إنه صار في مجموعه تساندني او تحب انها تكون معي توسع اني اسر اروح لبيوتها طبعا اول كانوا الاهل يرفضون هالشيء هذا وكان يخافون يعني حاتونك في البدايه بالضبط ان انت بدشين بيت اسره لا الحين الكل يؤيد والكل يقول لي وروحي واحنا معك واحنا وراك فتوسعت شلون غيرتي نظرتهم خليتهم يروحون معاي ويشوفون شافوا اي شافوا الاسر واللي قاعد يعيشونه أه عشان <applause> يعني جانب انساني خاص بس ما غير عن الحمد لله يا ربي اي الحمد يعني لله يعني اللي انخرط في مجال البزنس يمكن خلاص ما عنده وقت ثاني يعني بس يتم الفوكس على البزنس تطور يبي يتطور اكثر عقبها مثل ما ذكر من شويه شوف المنافسين انا نجحت الحين لا ما ابي النجاح بس بشوف اللي حواليني المنافسين يبي أكون افضل منهم كل ما تنجحين يعني حرب كل ما تنجحين مسؤوليتك اكثر بتكون كل ما تتفوقين مسؤوليتك وايد اكثر بتكون م. فهذا امر طبيعي ولكن أه الحلو انك انت لما تنظمين وقتك لما تنظمينه صدقيني كل شيء بيترتب عندك، وبعدين لما يعني الجزء هذا الانساني يتخلينا من ضمن يومك او نقول من ضمن الشهر اللي انت مخصصه لهالامور تاكدي انه بيترتب كل شيء بحياتك. بس يعني واحد دي يضبط الوقت يعني يوزع مهامه على اليوم الواحد. ذكرتي يعني مثال حي قدامنا بتنقلين خبرتك حق كل شخص الحين يتابع. <applause> شو تنظمين وقت اش ذكرتي عندك اكثر من مجال تبرعي فيه واجتهدت فيه آه آه هو شيء طبيعي اني اقوم الصبح اتوكل أه... على الله سبحانه وتعالى ابدي في شغلي اللي هو الاهل بعدين ابدي في شغل البزنس الخاص اللي هو الفاشن ومحلاتي بعدها ابدي ارتب يومي انه شنو راح اسوي اليوم شنو بعد الظهر بسوي شنو اقدر ازور اي مستشفى شنو المحتاج العمل التطوعي والخيري هذا يعني مساند لاعمالك اليوميه بشكل يومي ما نقول يومي يعني نقول في الاسبوع مره في الشهر دي. مرتين ثلاث اربع عرفتي بس انه ما يكون يومي حسب شنو اللي الاحتياجات بتكون تكون حق الاسر او <applause> انه المستشفيات او انه حتى اللي يكون خارج الكويت فحسب <تصفيق> انت شنو <applause> ترتبينه انت لازم ترتبين يومك انت رتبتي يومك ترتب خلاص حياتك كلها ترتبت. طموحاتك المستقبليه شنو؟ شيء طبيعي اني يعني آه انا ما زلت صغيره اشوف نفسي طموحي اني اكبر واكبر واكون عند حسن ظن كل من يتابعني آه اللي هم خواتي آه اللي هم الكاستمر انا دائما اقول لهم خواتي آه الكل من وثق في بسمه الكل من كافأ بسمه الكل من كرم بسمة إني أكون عند حسن <applause> إن شاء الله يا رب العالمين <applause> الله يوفقك إن شاء الله يا رب حبيبتي مشكورة طبعا في يعني عندك هدف للحين ما وصلتي له ودك توصليه بالمستقبل؟ طبعا أكيد العالمية كلنا طموحنا نوصل العالمية وإن شاء الله بإذن الرحمن بوصل العالمية إن شاء الله <applause> شو اللي ينقص الحين البنت اللي داشة مجال البزنس عندها اهتمامات بالبزنس عارفة التعامل مع كل أنواع البزنس وتواجه التحديات توصل العالمية، في عواقب في اشياء توقف طريق لا هو شوفي ما في انك انت توصلين البزنس توصلين العالمية على طول، لازم تمرين على خطوات كثيرة وكبيرة عشان تقدرين توصلين العالمية شنو هي العالمية بوجهة نظرك؟ العالمية اني انا اكون في اكبر دور ازياء في العالم اه في مجال بزنس الفاشن والازياء والتصميم اكيد. يعني اهتمامك الاول وهوايتك الاول هوايتي هذه، هذا شغلي الاول، فهذا اللي اهم شيء، انا ما اقدر اني انا افتح بوتيك واروح العالمية، لا طبعا مو هذا هو الطموح، طموح اني اثبت وجودي اثبت بصمتي في العالميه، اثبت قدراتي <applause> في العالميه، هذه هي العالميه. يعني بوجهه نظرك انه تطور مراحل. بالضبط، ادري ادري. أدري. وصلتي لاي لا مرحله الحين؟ قلت 80% بعد للحين انا اقول للحين بعدني. لا بس الحين حلو التواضع، حلو انه لا الواحد. حلو لا بعد للحين واحب اني اسمع نصيحه الكل، واحب اني احضر العالميين، واحب اني اشوف الفاشن شو، واحب اني اروح كل مكان اتعلم ما زلت انا اقول تحت التعليم. كلمه اخيره حق السيدات اللي تابعونا. انا دائما اقول حق لهم الله يوفق طبعا الجميع يا رب العالمين وثبتي بصمتك لا تقلدين ثبتي بصمتك هذا اهم شيء يعطيك العافيه طبعا انا اختلك ما ادري ليش ما شاء الله عليك والله يوفقك ان شاء الله سلمت مشكوره ومنها للاعلى يا رب تسلمي و... حلو البساطه حلو التواضع حلو الاهتمام بالاعمال الخيريه حلو الانسان يتحلى بالانسانيه انا عندي بزنس انا انسانه ناجحه ووصلت لمرحله انه كرمت كأصغر سيدة أعمال كويتية في مهرجان الرواد للتكريم مع أسامي وزراء وشخصيات على مستوى العالم معروفة وصلت معاهم بس ما مع هذا تحدي بحد ذاته هذا تأجل. فضل الله طبعا فضل, فضل الله. الله سبحانه وتعالى وتحدي وأنا ما كان في الأمر ولا كنت أدري عنه نهاية يعني. ما تدرين بس هذا كل مجتهد لنصيب لا نصيب. الحمد وعمره. لله رب العالمين والله يوفقك مرة أخرى إن شاء الله معنا بمساء تكلمين عن العالمية وتجربتك تنقليها حق كل شخص يتابعنا الله إن شاء الله مشكورين وما قصرتوا يعني في حابه نقول كلمه اخيره في الختام كل الشكر لكم شكرا لاستضافتكم يعطيك العافيه طبعا بس ما سلطان سيده اعمال الكويتيه تواجد معنا باستديو مسائي طبعا مشاهدينا برنامج مسائي مستمر لكن ناخذ فاصل سريع نريح فيه ونريحكم عقب الفاصل نتابع مسائي ألف مبروك، ألف مبروك، ترى أحمد ألف مبروك، ألف الله يسلم وجهكم، الله لأبوك يستاهل، بيض الله ويا الحضور مرحبا برق. ريحتكم، أبنى. الحياة من غير شعر هي أرض جدبة ليس لها قيمة والكلمات دون إيقاع من موسيقى الشعر أشبه بوعاء فارغ ولسنا مع الذين يقولون أن الشعر قد مات وأنه لا مكان له في عالم تقوم التكنولوجيا بتعريته كل يوم وتحرمنا من كل ما في الطبيعة من سحر وغموض فسحر الكلمات ما زال باقي لأنها كانت البدء معنا اليوم طبعا لنسمع ونستمتع بسحر الكلمة من شعر الشاعر احمد بن جوفان ومساك الله بالخير يا مس النور اختي روان وسعد الله مساك ومسا اخواني المشاهدين مشكورة على المقدمة حياك الله والمقدمة كانت البداية هي عن مشاركتك بشاعر المليون نعم تكلمنا عن المشاركة شلون كانت؟ الفيديو اللي طلع هو آخر تأهل لمرحلة الـ 24 وطبعا وصلت لحد الآن مرحلة الـ 24 تأهلت إلى مرحلة الـ 15 اللهم لك الحمد ولحد الآن ما زلنا مستمرين إن شاء الله لا يوم 17 اتوقع اخر يوم في البرنامج كعموم 17 5 17 5 نعم يعني تفصلنا ايام عن البرنامج تقريبا آه عفوا شهر, شهر, تقريبا شهر وشيء نعم. شهر وشيء عن البرنامج نعم. اي مرحله الحين الحين وصلت لمرحله 15 وباقي ان شاء الله مرحله الثمانيه ومرحله الفاينل اللي هي الخمسه يعني مرحلتين قدامك ان شاء الله مشاركين معاك الحين كم واحد انت والحين والله لحد ما زالوا مستمرين مرحله ال24 ما خلصت للحين وفي ناس تاهلوا ثمانيه وباقي بعد تقريبا سبعه سبعه وثمانيه 15 نعم, نعم. المرحلة الثانية اللي عقبها اللي هي الثمانية ثمانية كم واحد لازم؟ بس ثمانية ثمان شعراء يتأهل منهم خمسة للمرحلة النهائية اللي يكون الأول حامل البيرق وإلى الخامس توقعاتك؟ إن شاء الله البيرق يا الله إن شاء, إن شاء الله, كل والمليون نص مثل ما اتفقنا قبل الهواء نص مليون نص مليون أنا على حسب إذا ما كنت نايم وقتها إن شاء الله في في صار حسب الحين شنو حاب تسمعنا بداية الكلام؟ <applause> بسمعكم القصيدة اللي قلت منها أبيات وطلبوها مني زين يقول تعايشي بين الاماني والجروح ما كل جهودنا ضاعت سدى وابني من احلامك على اوهامك صروح ونادي على حب من الواقع غدا لقلب قلب بقيبه مع ذكراك روح لاستعرض الماضي على باله حدا انا القنوع اللي على شوفك شفوح وانا الخصيم اللي اذا شافك هدا ينقى من البسمة على الوجه السموح وينعم من الوردة إذا شبعت ندى ويصدق من الكلمة من شفاة النصوح اللي هداها الله لدربه واهتدى معاد للوصل المسمى من طموح لو ان صبري عاد باقي به مدى صحيح لنفس من الفرقة تفوح لكن ما عندي على وصلك جدالك مني نحبك بقلبي ما يروح من راح من قلبي لأجل عينك فدايا شبه مهره شوق الانظار وجموح من دونها في الريس قومن وعقداله لو الراسي صلف وشبوحي, وشبوحي شبوح لكن ما بنفوسنا ذرة ردع سلام صح لسانك صح, صح, صح طبعا ذكرت بداية شعر انها هالابيات طلب هذه طلب مني حمد السعيد واستاذ سلطان العميمي وجه لهم تحيه نعم. ابيات قال ابيات عاطفيه لان طلعت على دعايه بشعر مليون الشاعر هذا ما يقول شعر عاطفي طبعا اليوم بلشت اليوم معنا اليوم بلشت بعاطفي اليوم فطلبوا مني بما ان القصيده طويله عديت منها ابيات وما زالوا يسالوني عنها فقلت خليني اقولها يعني. صح لسانك كلمات الدنيا. مميزه الشعر يعني نتكلم عن منافسه شعر المليون لكن نروح للشعر البعض قالوا ان الشاعر موهبه انا عندي موهبه اكتب الشعر او وألقى الشعر بشكل يلفت او يجذب استماع اللي قاعدين، البعض قال لا هو مو بس موهبه لازم انا موهبه واطورها ومو بس اكتساب يعني واورثها شيء عن الاهل، لازم اطور وادرس واتعب لما يعني اوصل مرحلة اكون متميز. شنو تقييمك في وفي الشعر؟ كل مجال اتوقع، في كل مجال لازم انك تطور نفسك، بالنسبه للشعر انا متاكد ان الشعر موهبه. أه نعم انا من عائله شعريه، ابوي شاعر، جدي شاعر، عماني شاعر كلهم شعر يعني نشات في بيئه شعريه امانه. نعم مع ذلك في ناس بعد شعار ومالهم اهلهم ما في ولا واحد شاعر. لكن ترجع هي موهبه ولازم انك تطورها تنميها. شلون تطورها وتنميها؟ بحكم قرايتك، كذلك الثقافه لها دور في الشعر كبنايه، كتصوير، ك في امور كثيره، تطورها طبعا اذا تركت الشعر فتره معينه ترجع له يصعب عليك الامر، نعم لكن اذا استمرت فيه في مجاله، في قراءه واستخدامه وكذا تصير القصيدة سلسة يعني عندك تكتبها زي سلام عليكم كذا بكذا وزن بكذا بحر فالاستمرارية في فيه هي اللي طبعا ذكرت تطوير الشعر بناية وتصوير نعم شنو قصدك بناية وتصوير؟ تصوير على سبيل المثال قبل ايام الجاهليه شلون يعرفون الشاعر؟ يقول لك الشاعر يعرف بالغزل وبالمدح. نعم. حتى قبل لما يبدون بالمدح يبدون بدايتها غزل. ايش معنى غزل ومدح؟ لان المدح والغزل البابين هذه من الشعر نعم. راح تستخدم فيها الخيال بشكل مو طبيعي على سبيل المثال بتذكر تغزل في واحدة لازم انك تجيب فيها قمر كذا كذا تستخدم خيالك فيها كتشبيه نعم. كذلك المدح بتمدح واحد لازم تقول ايدك كما الغيث و... و فالبابين هذه من الشعر راح تستخدم الخيال فيها عد... هي حرفنة الشاعر شلون يحبكها او يصور الصورة هذه بشكل مناسب في القصيدة طبعا طقوس كتابة القصيدة عند شاعرنا احمد شلون يتم الطقوس؟ في البعض يعني اللي متعارف عليه يحط شمعه ويقعد باجواء شعريه شغل موسيقى ويجيب ولا انه يقعد بمكان كله قهر وناس تقعد تبكي عشان لا. يكتب قصيده ولا مكان كله يعني والله ناس... ما, ما في طقس معين، في ناس صغوص انا اتوقع اللي يقول نظام احط شمعه واغنيه نعم. وما ادري ايش هذا مو شاعر، القصيده تحضر من كيفها، نعم في موقف يحصل حفل او غيره نعم. انك تضطر انك تكتب لكن من ناحيه القصيده اللي ما لها شغل في حفل، القصيده اللي تجي من نفسها هي اللي يكون لها طعم. بمعنى اصح اللي يكتب من خاطر يوصل الخاطر اللي يكتب من خاطر يوصل يوصل لخاطر نبي نعم. شيء لخاطر كل شخص الحين يتابعنا شنو حاب تسمعنا؟ والله بسمعكم شيء من ايام الغربه الغربه نسمع طبعا ارد واقول انا بعكس سالفه ان الشاعر هذا ما يقول عاطفي فمكثر غزل اليوم اليوم كله غزل نعم يلا نسمع يقول لبيه يا صوتك وشوفك وطرياك لبيه يا صوتك وشوفك وطرياك ولبيه يا ليل سرى في حراويك لبيه يا لذه وصالك ولما كله على طاري وصالك وطاريك وعاد تذكرني والبعد نساك وعادني غالية ورخصت غاليك يا ملهمي ما عادني صاحبك ذاك أنا تعبت أشيل جرحي وناديك كفيت وظروف الزمان اتحداك وبطيت أدري وين دارك وراضيك ونالك الله كل معيد ذكراك أحس كني معك واعيش ماضيك شفتك هنا وهناك, وهناك 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 من وين ما لديت عيني الاقيك في ضيقتك في فرحتك في هداياك في ضحكتك عقب الزعل يوم راضيك في طلة حجاجك وفي بسمة اشفاك في دافي احساسك الى راحة يديك يا ملهمي وش العمر لولاك وش عيون ما هي تلتفت فيك تعال وكحلها بشوفة محياك وشفها وهي عن كل ما صار تنبيك تفداك هي وكل ما صار يفداك تعال وكل ضلوع صدري تحييك بقبل عليك من التعب واتلقاك قبالت اللي من جف الناس ناصيك ويلي على شوفك وضمت حناياك وشيلك بصدري وحفظك وداريك تعبت وانا بين هجرك ورجواك لا طايل وصلك ولا نيب ناسيك احنلك واشتاق لك واتحراك حتى لو اكابر لي مر طاريك ولا تغرك الضحكه مع هذا وذولاك اضحك عليك وانا خاطري فيك صح لسانك ما شاء الله يعني قصيدة مسترسلة كلها غزل وغرام و ترى يقولون ما لا يفعلون بس في النقطة هذه يقولون لا ما لا يفعلون مو أنا بس بالنسبة فعل. لي بالغزل أنا أقول ما أفعل تقول ما لا تفعل ما لا أفعل نعم نعم إنزين بالنسبة للقافية والشعر في البعض يلتزم قافية واحدة في البعض لا شنو هو بخاطرة يكتب وشنو ما يجول بخاطرة مثل ما هو ديكتب. أساسيات الشعر هذه في الشعر النثر وفي الشعر عد الاوزان المعروفه او البحور المعروفه اللي تلتزم في قافيه، طبعا كذلك من ضمن البحور في قوافي مهمله يسمونها مثل بحر الصخري والبحر المهمل ان كذلك مثلا ما تلتزم في قافيه الصدر. الصدر والعجز، العجز يكون ملتزم في قافيه واحده والصدر يكون اللهم في البيت الاول او البيتين لو اول بيتين والباقي يكون مهمل. طبعا هذا تلتزم في وزن وفي قافيه. في عاد النثر اللي يكون عاد التفعيلات وما التفعيلات هذه ما ما تفقه فيها او ما افقه فيها امانه. نعم بالنسبه لتجربه شاعر المليون اللي الحين للحين مستمر فيها سبعة نعم. 17 5 في اجواء منافسه تحدي في لذة منافسه امانه بالعكس شاعر المليون يعني ما في خوف ما في لا لا ان شاء الله تعب من ال 15 شخص اللي معك لا لا بالعكس كلهم اخوان وشعراء اولا اوجه لهم تحيه عز الله يعني شكر لاداره برنامج شاعر المليون اخواننا في ابو ظبي على كرم الضيافه وحسن الضيافه برنامج شعر مليون تعرفنا فيه على شعراء امانه اخوان وما زال بيننا تواصل لا. سواء اللي طلعوا من البرنامج واللي وفقهم الله وتاهلوا من ناحيه خوف ما خوف بالعكس ما في خوف في ثقه كسبنا بفضل الله مرحله الثمانية 48 اللجنه قدمت كنت راضي على اللي قدمته لكن ما تاهلت بكرت من اللجنه تاهلت كان في شاعرين يتاهلون بكرت وشاعرين بالتصويت اللجنه شافت الافضل لها طبعا كل التقدير قدمت لا. الافضل وانا كنت راضي على اللي قدمته شكرا طبعا اللي دعموني وصوتوا احمد من زملاء وربع مرحله ال 24 بفضل الله حصلت على كرت ما احتجت التصويت تاهلت المرحلة اللي وراها وباذن الله مستمرين والفال ان شاء الله للبيرق للنهاية قاعد على غلبهم للبيرق للبيرق ان شاء الله, إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ولنا الشرف انه يكون الشاعر احمد بن جوفان هو شاعر المليون لكن احنا ناخذ فاصل بعد الفاصل راح نسمع منك قصيده احمد <applause> فاصل سريع مشاهدي لا تبعدون طبعا وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت وساهمت في يعني اشهار نجاح العديد من الشعراء اللي قاعد نشوفهم الحين بالساحه الشعريه. شنو نعم. تعني لك وسائل التواصل الاجتماعي؟ لا شك انها هي اللي تساعد من ناحيتي شخصيا انا صراحه بارد بحق نفسي بالامر هذا. ما تواصل يعني الناس ما, ما تواصل بس ما الشعريه اقصد نعم. كنت ماخذ كل شيء على العفويه بس من ناحيه الشعر بديت من بعد مشاركه البرنامج بديت اني اكثف مشاركات الشعريه وكذلك البرنامج نفسه ساهم في زياده العدد او لفت الانتباه للشعر احمد نعم, نعم. يعني مو مو صديق مع وسائل التواصل الاجتماعي، اللي تشوفه الحين شبابنا اللي ما شاء الله عليهم الشعراء المميزين ونوجه التحيه اللي كانوا معاي واللي ان شاء الله يكونوا بالمستقبل معنا بمسائي، تشوف ان وسائل التواصل الاجتماعي رفعت العديد منهم. مم. لا شك الحين الناس اغلب الناس هي اللي بشكل دايم يعني على التلفونات سمارت نعم. فونز هي إيه اللي على طول عاد معك دايم وتشيك عاد على حسابات السوشيال ميديا كعموم يعني. نعم ايش راح تسمعنا احمد الحين هم غزل ولا نطلع عن الغزل شوي؟ نطلع ونرد انا يقول نطلع له خلينا نسمع شيء ثاني طلعه بسيطه بس يقول الحزن <applause> ما له بعض الاحيان تفسير حتى ولو يترك بوجهك علامه يلي تعبت من الجفا والمعاذير مثل كبيره طيحته وانهزامه هذا انت تقطع للطموح المشاوير والذب هامه هل تقول حزنك غير قل طيحتك غير واكسر خضوعك بالصبر وابتسامة وإذا ضميت وما بقال الصبر بير ارسم على حد الرجاوي غمامة بتشوف في رمضة زمانك تباشير بتطير من غصن الأماني حمامة عيش متفائل إن ربك كبير ما ضام منه جاير الحظ ضامة على الأقل صبرك على الحزن تكفير عن ذنب معمي عن قلبك ظلامة وكذاب قايل دنيتك ما بها خير لله حكمه في تصرفه أنام عشنا بهالدنيا ونبقى مساير وكلنا بيحصد ما زرع من أثامه عمر البنادم حتى لو يبطي قصير ويعيش له ذكره وتدفنه خامه وأنا لو كثرت علي المخاسير يكفي ضميري ما خسرت احترامه مدري وش اللي صار أو ويش بيصير تايه على حد الأمل وانعدامه يضيع بالي بين سجه وتفكير ولا كسبت الا واهتمامه ويلعب بي الغربي ليا عصير وفقد خفوقي لا سرابه هيامه يا وينه بلقى ياخر الصد تبريد للي ترك في خد الايام شامه اقفى وقصر بي ولا جاه تقصير وشلون حتى باخلا في سلامه لا شك يبقى له معزه وتقدير وما زال ذا قدره وهذا مقامه يا صاحبي لو خذلتك المقادير لا تنكسر لو كان ما به سلامه شفني خسرت كثير وكثير وكثير, وكثير وما زلت اعيش وراس مالي كرامه سلامة. صح لسانك ورساله حق كل شخص يتابعنا حبيت الرساله انا حبيت يعني روحك بالجانب اللي فيه توجيه و وارشاد ونصح هي فيها من التفاؤل امانه هي وليده غربه هذه كنت اوجهها لنفسي امانه يعني نعم بالجانب الانساني ما عندك قصيده انسانيه جانب إنسان جدا مهم ما صلت عليه الضوء ما كتبت او شاركت والله القصايد واجد لكن سمعنا شيء بس المشكله عندي ذاكرة المشكله مرتب شيء شيء الحين بذاكرتك شنو؟ شيء بذاكرتي غير اللي قلتيه طبعا كيفك مو بس اللي شاركت فيها في البرنامج اللي تاهلت خلينا نسمع يلا اللي يقول اكره اللحظات الله. لحظات الوداع لا. أكره اللحظات لحظات الوداع تسكت وعينك لها دور الحروف وانخفيت الحزن قدر المستطاع ما قوة ساقك على طول الوقوف ولا يعل القلب فاخر اجتماع غير تدري ما ورا الصده نكوف وانت يا مرخي على البعد الشراع لا تسلم فرحتي كف الصدوف ولا تقول ما الحزني اي داع اسال اللي فارقه وقبلك وشوف الهجر موجع وللبعد انطباع يتركك ما بين ضيق وبين خوف كل شيء أحبه بدنياي ضاع وكل ذكرى صعب لا تطوف لا توردني على حد الضياع ولا تخليني تحت حكم الظروف خابر إن قلبي على الشدة شجاع غير في لحظات تلويح الكفوف طالبك لا من قرب يوم الوداع لا توادعني وانا عيني تشوف الله سلام صح لسانك صحيح الوداع والفراق هم هذا من الغربه عيل إيه الغربه غربة عينت هي عينت عمالة وصلت لك لشاعر المليون ما شاء الله عليك انا اشوف هي هي لها الشكر الغربه عمالة هي اللي صقلت الموهبه هي يعني هي اللي اشوف اللي خلت و... نعم. توجهها بشكل صحيح لأن اثرت عليك نعم الغربه هي اللي عاد اشوف ان اثرت وخلتني التفت للشعر بشكل طبعا من قبله بس الغربه بالذات خلتني اكثف الامر هذا مستقبلا بالايام القادمه ان شاء الله شنو محضر والله محضر ان شاء الله كل اللي يسر المتابعين كل خير إن, ان شاء الله كل خير ان شاء الله شنو بنسمع من هالخير هذا والله كقصيد لا خلوه بوقت انا اقول من لا 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 هو حق شعر منه. لا احنا نبي البيرق نبي البيرق ان شاء الله مع بعض انا اعطيهم اياه الحين بس اللهم يرتبونه ويضبطونه عشان اخذ على طول شيء ثاني يعني. غيره كقصيد يعني؟ أه ايه نعم والله قصيد نطلع من الغزل شوي نطلع من الغزل نعم يقول مهرتي تلعب على قرع الدفوف غزل هذا للحين ما بلشنا يقول مهرتي تلعب على قرع الدفوف واثقه في مشيها بالحالها تدحم الجمعين وتشق الصفوف وشوشت يوم اعتزى خيالها كانها بتقول يا شوق الهنوف اطلق عناني وكف رجالها ويا ضميري لو تخون بك الظروف هذه الدنيا وهذا حالها دام راسي حي والجهد مخلوف ما علي لو انت صافقه جالها هذا يصد وذا يرد وذا يشوف والكبود يسلها سلالها أرزمت وسط السما سود القنوف وحيث القيعان من همالها والضيوف أنواع وانواع الضيوف اللي بيبي بيفك عقده احبالها نذبح القعدان من حظ الخروف والحمول الكايده نشتالها وحاشم من يمناي من بعض الكفوف يوم نفسي عارف من زالها وكان صمتي ساد في بعض الحروف حشمه الجهال من عقالها ولا شغلنا البال والشك حذوف وخابرين افعالنا وافعالها عاقل ينطق بحكمه فيلسوف ويوزن الكلمه ليامن قالها وكلمه طافت وهي صعبة تطوف لا تحس إني جهلت أحوالها غير نعطي للمساكين الضعوف حيلة عن لو عسى تحتالها ولا ثنين الساق من طول الوقوف ولا بغينا حاجة نسعى ولا دخل بصدورنا حقد وخوف وما حسبنا دقها وجلالها غن يا راسن على العليا شغوف والصعايب ما خلقت الا لها مهرة من قبلنا ما هي عسوف ما عسفها غير من هنا نالها ضامر فاقت على كل الوصوف وهولت كل العقول بفالها طبت الميدان ما بين الصفوف وبرزت مشامة الخيالة صح لسانك مو غزل طلعت غرور اعتبره ثقة بالنفس والله لا هي غرور ان شاء الله اعتبريها ثقه يعني ثقة. بينهم الشعراء انا انت تاثر شي نظراتك تعطي الغرور يعني تعكس على المتابع والله اعتبرها ثقه ان شاء الله شا وانت واثق ان شاء الله وخليك شيء راح ان شاء الله توصل للبيرق الله يكتب لك خير من من الشعراء الحين اللي بالساحه تاثر فيهم تحب تسمع قصائدهم والله كثير يعني ما اقدر احكر اسمه وكذا اسم اطريهم لان في شعراء يعني انا عندي قاعده مو كل شاعر مستحيل ان يكون 100% كل قصايده تعجبني هي المساله ذوقيه طبعا نعم عجبني ولا ما عجبني لكن اذا بختار اسم انا صراحه بختار الشاعر محمد بن الذيب اللي افرحنا برجعته ووجه له تحيه هو الشاعر اللي اقتدي فيه في كل امر شو اللي يعجبك في اي محمد بن الذيب بعيدا عن الشعر كشخص مواقف طيبه مع مع الكل يعني في ناس كذلك يعني أذكرها على الهواء هو في له مواقف ما حد سمع فيها في ناس أصدقاء بالغربة بأمريكا. فترة الدراسة اللي درست فيها في أمريكا فترة كبيرة، فترة طويلة وسمعت في ناس سولفوا عنا أمور يعني ما حد يدري عنها يعني فزعات إنسانية أنا أتكلم كفزعة محتاج ولا مظلوم ولا وقفة ولا وكذلك بشاعر المليون في شعراء أذكروا لي مواقف يعني رجل تسمع عنه بعيدًا عن الشعر. نعم. له مواقف جدًا طيبة فهذا الشخص يستحق أن أحد يقتدي فيه. مثال يعني أمثلة مليئة بالإنسانية هذه اللي تقتدي فيه ما تقتدي فقط بشاعر كونه يعني عنده قصائد انت هذا اللي يفضل الشاعر يفضل الجانب الانساني بالشخص نعم الشاعر اول وتالي مثله مثل, مثل غيره يعني نعم انزين يعني في قصائد اكيد مرت عليك وقريتها وتمنيت انها تكون انت صاحب هالقصيده هذه والله انا ما طر علي الا قصيده واحده صراحه اللي تمنيتها لي وانا اعتبرها شيخه الجيل فتره القصيده ما هي اللي انت قلت تمنيت اني بس ما نقدر نسمعها الحين مم... بس معنها... بسمعكم اللي حافظه منها هي قصيده الشاعر أيوة الكبير ضيدان بن قرعان اوجه لها تحيه نعم قصيده اتوقع الكل سمع فيها اللي قصيده يا وجودي كل ما هب نسناس الشمال وجد من حده زمانه على اللي ما يبيه ويا وجودي كل ما ضحيت ثم للضلع. لغفت عيني ولا ذقت شيء مشتهيه وجد من قفة وهو في رجاء كلمه تعال والتفت من بعد مقفه ولا احد اللد فيه الى اخرها طبعا هالقصيده هذه هي اللي امانه تمنيتها هالي نعم صح لسانك شنو سمعنا الحين عيل والله محضر شيء من الاختبارات اللي مرت عليك في شعر المليون والله فتره شعر المليون امانه من بدينا الجولات اللي بالخليج الى يومكم هذا وهي كلها ضغط شعري يعني صار الفتره هذه شهرين او شهر ونص اليوم هم ضغط شعري نص ساعه الهواء كله شعر فشنو نعم لا بالعكس ابرك الساعات الساعه المباركه لكن اللي يطري في بالي ما في ابيات طلع ولا بسمعكم بس القريب من الخاطر اللي يطري على الخاطر ابيات انا احبها شخصيا اللي يقول سبحان مجري الكون ليوم اللقا أسجد له لرضاه وارفع له يدي كل شيء زايل بس لله البقاء اللي يظل الضال ويهدي المهتدين ولو ترسم الدنيا علي لمحة شقا لا بايح نسدي ولا كل اجهدي والكل كلمة علم من هقا في ساعة والعقل يحضر ويغدي للضحك صدقانه وللجد اصدقه قل المواقيف الثقيلات اشهدي حامل عقاب وعانق السحب ورقاب عدى ما بين سهيل وما بين الجدي حنا خلقنا الله على وضح النقا نقدر الطيب ولا نحب الرد صح لسانك وما حد يحب الردي وان شاء الله الكل فيهم خير يا رب نعم. آه النقد والنقاد اكيد يعني واجهت منتقدين ينتقدون شعرك م. ينتقدون يعني ذوقك يمكن اهتمامك بالشعر ونفس الوقت الشعور متبادل انك انتقدت البعض تكلمنا عن هالجانب هذا النقد البناء لا شك أنه تقبله بصدر رحب نعم. لكن وقتها يعتمد على اللي اثق بالشخص اللي قدامي يعني ادري هو يفقه في المجال اللي ينقد فيه ولا لا طريقه النقد شلون تكون تفرق من شخص شخص شيء طبيعي ان بالعكس اسمع ولو اني امانه انا رجال عنيد جدا يعني اسمع واسوي اللي براسي اخر شيء بس ما يمنعنا نعم ما تسمع نصيحة اللي قدامك كل اللي قدامك راح يساعدك يعني. لا كل انسان يخطي ممكن تذكرني ممكن تنصحني في شغله نعم ما ما توعيت لها وما نعم. انتبهت لها فلا شك بالعكس اسمع النقد واتقبل ان شاء الله بكل صدر رحب مساهمتك في المسيره الشعريه في الساحه الشعريه اللي مجتمعنا الحين لك مساهمه من خلال هالنقد هذا تحاول تعطي صوتك توصل رسالتك أكيد الشعر رسالة هو أول نتالي طبعا مو من الحين من أيام حتى قبل الإسلام من أيام الجاهلية والشعر رسالة كان يستخدم في عدة أمور كان يعتق رقاب كان يحمس الفرسان يعني في كل الأمور حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان له يعني شاعر حسان بن <applause> ثابت لكن الشعر رسالة أول وتالي بالنسبة للجزء الأول من السؤال النقد والله إن شاء الله اللي يسألني طبعا ماني بداخل عنه أي نصيحة لا شك سواء في الشعر ولا غير الشعر <applause> وان شاء الله ان اللي علي اللي في قلبي على لساني ان شاء الله وما اسالك الشخص اللي هو يثق برايك وبيسمع رايك فاللي من صوبي اكيد اني بالعكس. حلو اذا واحد عنده معلومه صحيحه متاكد ما منها ما يبخل فيها ويقدمها للشخص اللي قدامه. ولو انه يقولون ان المبدعين ما ما يقول سر او وين خذ معلوماته لكن بالعكس هذه انانيه انا اعتبرها. بالعكس واحد يعطي ويساعد غيره نعم ان الله راح يساعده مثل ما تعطي الله يعطيك. بالضبط. فيحب الخير حق اللي حولنا. أي يوفقه زين شو راح تسمعنا الحين؟ <applause> والله آه خلصوا كل القصائد شكلهم لا بالعكس بس في انا قاعد اتذكر بدل. والله زين آه في مجال بس. في جانب الغزلي كونك يعني بدل. والله آه انا قاعد احاول اتذكر المشكله لكن بجيب ابيات من كثر ما ردتها ولا مره نشرتها انتشرت منها ابيات لكن نسمع اللي يقول آه انا بسمعكم اللي يطري على بالي على طريق. اللي يطري اللي على بالي نسمعه الحين يقول لا تنزعج من علوم ما لها تالي أو لا تنزعج من علوم ما لها والي، حاول على قد ما تقدر تصححها، شفني يا سولف ولا فكر ولا بالي ونفسي من علوم خلق الله مريحة، هذه إجابة السؤال اللي قلت نصيحة، هذه هذه كانت إجابة سؤال، لا تنزعج من علوم ما لها والي حاول على قد ما تقدر تصححها، شفني يا سولف ولا فكر ولا بالي ونفسي من علوم خلق الله مريحها يا صاحبي هذا انا قدامك الحالي كبودنا غلها وكبودنا افرحها ولا صرت خابر علوم ما لها تالي ما هو ضروري ابينها واوضحها حتى وجيهن تصف بصف عدالي لو تسكت صدورها تنطق ملامحها كم واحد يبتسم لو وقف قبالي ولقفيت روج سواليفنا مصلحها ومن بين الاصحاب يفرق صاحب غالي وان كان اخطا علي لابد بدمحها لو كل زلها بزعل من بيبقى لي بصد عنها ولكن عيني تلمحها عرفت أنا أشياء ما كانت على بالي يجيبها الوقت لا عندي ويشرحها إن جيت على الأسماء بجوالي بطوف اسمين وعشر أسماء بمسح صح لسانك وكلمات مميزة يعني أشكرك كل كلمة قاعد 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 تحس فيها فعلا الشاعر هو يحس بكلماته مثل ما ذكرت أنا أحس أعبر كل شيء وذكرت جمله من شوي اللي هي مال اللي يقال من خاطر يوصل الخاطر يوصل الخاطر نعم. نعم. يعني حاليا الساحه الشعريه فيها العديد من الشعراء، شنو نظرتك حق هالشعراء؟ في يعني مستقبل يعني شو راح تشوفه مع هالكم الهائل من الشعراء اللي قاعد تشوفه؟ المبدع فارض نفسه على اي حال. طبعا في شعراء يفرضون نفسهم او لهم ابداع في مجال معين سواء في الحكمه في الغزل و إلى اخره. لكن المبدع يبين في كل شيء، وانا مقتنع اقتناع كل المبدع مو بس بالشعر، الشاعر المبدع تلقينه مبدع في شغلات ثانيه، في كل هوايه، في كل امر يدي أه وعسى الله يكتب لنا اللي فيه الخير ان شاء الله وبالعكس الساحه فيها فيهم البركه الشعراء ووجه لهم تحيه اخوان الشعراء وكلهم خير وبركه وعسى الله ولا بد انا اول وتالي اقول الشاعر هو يحمل رساله نعم يعني تكتب احيانا تكون ما تكون ملك نفسك تكون ملك المتابعين ملك الناس اذا ما كانت لك رساله بلا مؤاخذه يعني ما ما وديت او ما اديت الواجب اللي عليك باختصار شديد راح نختم الحين الفقره معك قبل لا نختم كونك بعد ايام تفصلنا عن شاعر المليون شنو محضر في شنو تجهيزاتك حاليا في عندك ضغط وانت قاعد تجهز القصائد اللي راح تقولها شنو تقول حق المنافسين اللي معاك حق متابعينك المنافسين اللي معاي كلهم اخواني واصدقائي روح المنافسه انا قلتها من الاول روح المنافسه في شاعر المليون عز الله لها لذة وشريفه كلنا اخوان وبالعكس نطلع من المسرح واحد متاهل واحد خسران نسلم على بعض ونبارك لبعض عسى الله يكتب لنا التوفيق جميع بالنسبه للمتابعين اللي وصلوني واللي حملوني هالثقه وعدهم ان شاء الله بكل خير محضر كل يسر عينهم ان شاء الله. يعطيك العافيه ومنها للاعلى ان شاء الله والله يوفقك ان شاء الله وشاعر متمكن واثق من نفسك ومنها للاعلى يا رب والله يوفقك شاعر احمد بن جوفان يعطيك العافيه. كل الشكر لك اختي وتلفزيون الراي وبرنامجكم مسائي واتمنى اني كنت ضيف خفيف على النفس مشكور. نعم بالتاكيد يعطيك العافيه، طبعا مشاهدينا انتهت فقرتنا، لكن برنامج مسائي مستمر بعد الفاصل مع الباحث في التراث الاستاذ فهد العبد الجليل والحديث عن تجاره القوافل على الابل قديما بالكويت، متابعه طيبه اتمنى أتمنى حق كل شخص يتابعنا، وايضا اجازه ويكند سعيده حق كل متابعين برنامج مسائي شاشة الراي، لكن انا بدوري اقول لكم تصبحون على خير، واترككم بعد الفاصل مع باقي فقرات مسائي. في هذه الحلقه راح اتحدث عن تجاره القوافل على الابل في الكويت قديما وعلاقه الكويت بالشركه الشرقيه الشرقيه الهنديه الهولنديه وبالتحديد في عهد اول حكامها الشيخ صباح الاول. الحقيقه في كتاب اسمه ابوياج فروم انجلند تو انديا رحله من انجلترا الى الى الهند للدكتور ادوارد ايفز ممثل شركه الهند الشرقيه الانجليزيه ذكر الكويت وشيخ صباح الاول ذكر كذلك تجاره قوافل على على الابل طبع هذا الكتاب في عام 1773 ميلادي ولكن زياره الدكتور ادوارد ايفز الى جزيره خرج كانت في عام 1758 اذا رجعنا شوي يعني الى الى نقطه البدايه او بدايه تاسيس العلاقات الكويتيه مع شركه الهند الشرقيه الهولنديه كان بالتحديد منذ قيام المستعمره الهولنديه في جزيره خرج عام 1700 تقريبا و في عهد حاكم الكويت الاول الشيخ صباح الأول وأقام الشيخ صباح الأول علاقات طيبة مع حاكم هذه المستعمرة اللي هي حاكم خرج وممثل شركة الهند الشرقية الهولندية البارون كنبهاوزن ودائما كان البارون كنبهاوزن يطلب من رؤساء في الشركة في شركة الهند الشرقية الهولندية بأنهم يعني يقيمون علاقات مباشرة مع الشيخ صباح الأول ومدح يعني في تقرير له كنبهاوزن الشيخ صباح الاول اول حكام الكويت واثنى عليه وقال انه يتعامل آه يعني مع السفن آه يعامل السفن الماره في آه مدينته يعني هذه المدينه الصغيره الكويت آه يعني معامله آه حسنه فيعني الدكتور ادوارد ايز في عام 1758 ممثل شركه الهند الشرقيه الانجليزيه عندما زار آه خرج كان غرضه ان ينقل بعض البضائع الى الى حلب وفي ذلك الوقت كان يعني الطريق يعني فيه كثير من المخاطر وكان يعني الطريق عاده يكون عن طريق بغداد فالبارون كنبهاوزن كان يعني علاقته مو طيبه ولا جيده مع مع والي بغداد في ذلك الوقت فلذلك يعني نصح الدكتور ادوارد ايفز أن يستعين بشيخ القرين او شيخ الكويت شيخ صباح الاول وارسل سفينه يعني تيبه الى جزيره خرج وطبعا هو ذكر ادوارد ايفز في كتابه اللي طبع عام 1773 بان التقى حاكم القرين او حاكم الكويت في جزيرة خرج في عام 1758 ولم يذكر اسمه لكن كان في عهد أول حكام الكويت الشيخ صباح الأول وقابل شيخ القرين في جزيرة خرج وقال لنا أنا عندي بعض البضائع وأبي أنقلها إلى إلى حلب ويعني الشيخ صباح الأول قال له أنا أقدر أؤدي هذه المهمة وفي قافلة راح تمر إلى الكويت فيها تقريباً ألف رجل خمسة آلاف جمل أو بعير فيعني ما اتفقوا على على قيمة على القيمة يعني قال إدوارد آيفز أن يعني المبلغ اللي اللي عرضت عليه مبلغ يعني كبير أو باهظ لنقل هذه البضائع فلم تتم الصفقة مع مع حاكم القرين وعاد أدراجه إلى إلى الكويت ويعني سلك الطريق المعتاد اللي هو كان عن طريق بغداد هذه الرحلة الحقيقة توضح الكثير من الاشياء المهمه ان الكويت اول شيء ان الكويت بدات يعني العلاقات الخارجيه في زمن مبكر في منتصف القرن الثامن عشر والتحديد مع اول حكامها الشيخ صباح الاول حيث بدات هذه العلاقات مع الهولنديين وكانت السفن الهولنديه يعني تاتي الى الى ميناء الكويت في وقت مبكر فهذه يمكن من اهم الاشياء وكذلك يعني كانت تجارة الإبل اه تجارة الغوافل على الإبل تجارة رائجة في الكويت في ذلك الوقت يعني في عام تكلم حنا المقابلة كانت في عام 1758 اه وخمسين ويعني هناك يعني عوامل جعلت يعني الكويت أو جعلت ميناء الكويت من الموانئ المهمة في اه المنطقة في ذلك الوقت يعني أهمها الموقع الاستراتيجي كانت تميز في الكويت في شمال شبه جزيرة العربية وكانت الكويت تمتلك ميناء جيد وكانت تمتلك أسطول ضخم من ذاك الوقت سفن الغوص لأن يعني السفر الشراعي ما بدأ يعني نتكلم حنا مع بداية حكم الصباح ومع شيخ الأول شيخ أو حاكمها الأول شيخ صباح الأول شيخ صباح الأول ابن بن جابر. يعني العلاقات الكويتيه الهولنديه يعني كانت علاقات يعني لها يعني يعني كثير من الاثار او الامور الايجابيه على على اقتصاد الكويت خصوصا يعني ان الكويت كانت علاقتها بجزيره خرج في ذلك الوقت علاقه وثيقه وكان ميناء خرج يعتبر من اهم الموانئ في المنطقه. وإستفادت الكويت استفادة كبيرة من هذا الميناء من خلال علاقة الشيخ صباح الأول حاكم الكويت مع البارون كنبهاوزن ممثل شركة الهند الشرقية الهولندية يعني الحقيقة يعني في ذلك الوقت كانت يعني هناك يعني صراع على يعني سيطرة على المنطقة أو على على الكويت وكذلك على الموانئ تقع على الساحل الشرقي من الدول العظمى يعني الهولنديين وكذلك الهولنديون وكذلك الانجليز وقبلهم يعني كانوا البرتغاليون يعني كان لهم نفوذ كبير في المنطقه لما كانوا مستعمرين مسكت او هرمز يعني في عمان وغادروها يمكن 1650 ميلادي وهناك اشارات يعني يعني هناك اشارات ان البرتغاليين كذلك استخدموا ميناء الكويت عندما كانوا يعني مستعمرين عمان ويعني ذكر اكثر من رحاله يعني هذا الشيء ان كان يعني السفن البرتغاليه يعني تزور او تذهب الى ميناء الكويت لان كان ميناء الكويت موقع استراتيجي قبل أن يعني تذهب الى البصره او الى الموانئ الاخرى في يمكن ساحل الساحل الشرقي وبعدها طبعا الى حلب وتركيا ومن ثم الى الى اوروبا يمكن هذا ما عندنا اليوم او في هذه الفقره وهي يعني قيام العلاقات الخارجيه في الكويت قديما وبالتحديد يعني مع شركه الهند الشرقيه الهولنديه